الشعر الطويل السايح النايح اللي بيلمع ده حلم من حلم كل سيدة مصرية عربية أوروبية أفريقية، حلم كل بنت بتسعى إليه. جربت وصفات، جربت منتجات طبيعية، جربت منتجات كيميائية، كلنا بنجري على شعر يكون كويس، وفي نفس الوقت بندفع في المنتج بتاعنا فلوس على قد الإيد، ويكون منتج كويس ويكون ما يأثرش على شعرنا، ما يأثرش برضو ان هو يسبب لنا مشاكل او عقم او مشاكل صحية. تعالوا اليوم هكلمكم عن زيت من الزيوت الهايلة اللي بتدي اشراق ولمعان في الشعر، وبتخلي شعرك بيبان مظهره قوي قوي وفي لمعة طبيعية وهايلة. منتج ده من سانسيلك، طبعا سانسيلك مش محتاجة ان انا اتكلم عنها قد ايه ان هي شركة مميزة ورائدة في مجال العناية بالشعر، بس ده مش موضوعنا تماما. موضوعنا ايه هي تركيبة المنتج. مهم جدا قبل ما تستخدمي اي منتج سواء بشرتك على شعرك لازم تكوني عارفة انتي بتحطي ايه على شعرك وايه اللي هتستفيدي منه، وايه هي برضو عيوبه، هل هو هيصلح لنوع شعرك ولا لا. لان احيانا بيكون منتج بينفع مع صاحبتك اختك اخوكي قرايبك، ولكن ما ينفعش معاك لما تجربيه على نفسك. ده بيرجع لطبيعة الشعر نفسه. تعالوا نتعرف عليه النهاردة، عن زيت سانسلك اللي هو بيدي لمعان الشعر، ونعرف مميزاته وعيوبه. بس انتي اكيد وصلت لحد النقطة دي ولسه او نسيتي تعملي تشتركي في القناة، فانا بفكرك دلوقتي انك تشتركي عن طريق ان انتي تضغطي على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، وتكتبي بقى رأيك وتعليقك، ولو محتاجة انا اكلمك عن منتج فعنيا الاتنين اكيد مش هبخل عليكي قدر المستطاع، هلبي طلباتكم ان شاء الله. منتج بتاع اليوم هو في مواد، هو مواده كتير ودي حاجة برضو ايه مش قد كده، بس هل في مواد طبيعية؟ ايوة في مواد طبيعية كمان وبقوة. عندنا زيت الزيتون موجود بنسبة عالية جدا، زيت الخروع اللي بيقوي الشعر بطريقة هايلة، بيقوي الشعر من الجذور وحتى الاطراف. زيت جوز الهند اللي بيرطب ترطيب عميق خاصة للشعر الجاف، واحيانا بيقال عن زيت جوز الهند ان هو كمان بيقلل من القشرة. زيت بذور الجوجوبا، زيت السمسم، وده بيبقى هايل لاصحاب الشعر الافريقي المجعد او الخشن جامد او الشعر اللي احنا بنقدر نقول ان هو تعرض لحاجات قاسية كتير بقى، سواء عوامل بيئية او بسبب الكلور بيبقى موجود في المية او بسبب الصبغات او كده. فزيت السمسم بيرجع لشعرك طبيعته تاني وبيخليه ناعم وطري. وزيت البيض الحلو طبعا من اكتر الحاجات اللي بينصح بيها اطباء الجلديه والعشابين والعطارين واي حد بينصح باستعماله للجلد بشكل عام وللشعر بشكل خاص. وزيت بذور عباد الشمس والبنسينول وزيت الجرجير ومستخلص ورق الحنه، فمفيش احسن من كده. المواد الصناعية اللي موجودة فيه مفيش اي مواد حافظة خطيرة، مفيش اي مواد من مشتقات السيليكا او السيليكون، فدي حاجة ممتازة. فبس حبايب قلبي كده هو ده ريفيو اليوم، اتمنى يكون افادكم. فزي ما انا افادكم حاولوا كمان انت تفيدوني عن طريق ان انت تكتبي تجربتك معايا، لو استخدمتيه او ناوية تشتري اكتبي كده ان انت ناوية تشتري وهتجربيه، وتعالي بقى اكتبي لنا رأيك فيه في التعليقات، لاننا كلنا انا مش بعتبركم انتوا حد تيجوا تتفرجوا على الفيديو وتمشوا، لا انا بعتبركم جزء من عيلتي الكبيره. فاتمنى يا حبايب قلبي اكون عند حسن ظنكم دايما، وحاولوا تدعموني عن طريق اللايك والشير.